تحية طيبة مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، مشاهدي قناة شوف سبور، فيما كنتم مرحبا بكم معنا من قلب العاصمة العلمية للمملكة المغربية فاس. اليوم كاملين جمهور الرياضي العاشق البطولة الاحترافية لكرة القدم بقسميها الأول والثاني، سعيد للغاية لأنه يوم تاريخي بعودة أحد الكوادر ديال البطولة الاحترافية لكرة القدم. الجمهور المغربي كامل توحشوا في القسم الأول، أكيد الرجويين وتبعناهم قبل الماتش الحاسم ديال المغرب الرياضي الفاسي، كانوا كيهنيوا الماتش قبل بداية هذه المباراة كيساندوهم، كذلك جمهور الوداد، الجمهور ديال الفار، الجمهور ديال النادي القنيطري، جميع الجماهير المغربية، لأنه كتعرف أنه فريق المغرب الرياضي الفاسي هو من الفرق اللي كتمثل البطولة ومثلتها خير تمثيل في العديد من المواسم. معنا عبر هذا المباشر، وهو أول خروج إعلامي طبعا لي عبر قناة شوف تي في وشوف سبور، وأكيد أنه تبعناه يعني عاش كل صغيرة وكبيرة طيلة هذا الموسم هذا اللي كان صعب على فريق المغرب الرياضي الفاسي، تقلبات عديدة. معنا السي إسماعيل الجمعي رئيس الماس. سي إسماعيل أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شكرا للمستمعين، نرحبوا المستمعين، شكرا لشوف تي في هذا الحوار. اولا كنشكر جميع مكونات المدينه اللي ساندونا طيله هذه السنه، من السلطات المحليه، من الوالد ديالي السي احمد الجامعي اللي كان رفقتنا، عاوننا ماديا ومعنويا في طوله هذه السنه، اللي كان معنا في الساره والضاره، وكنبغي نهدي هذا الصعود للمرحومين اللي مدريس الجامعي اللي كان اول لاعب اللي انضم لفريق المغرب الفاسي، وطبعا كنهدي هذا الصعود للمرحوم بوستا الجامعي اللي كان اول عمي، اللي كان اول واحد اللي تراس الفريق المغرب الفاسي ودار مجهودات، واليوم جاء اسماعيل الجامعي اليوم الحمد لله اللي يعيد فريق المغرب الفاسي الى مكانته الطبيعيه. كان نشكر ايضا السيد الوالي والعمده ديال المدينه السي الازامي واللاعبين والجماهير اللي كانوا معنا، ما كانوش معنا حاضرين في المركب ولكن كانوا معنا حاضرين بالقلب، والمسانده ديالهم واليوميه هي اللي جعلت ان الفريق يصعد للفريق للقسم الوطني الاول. كان واحد العمل قام به طوله السنه لمقابلة على مقابلة، كانوا فيها تغييرات المدربين، كانت فيها بزاف ديال يعني الأخذ والرد، ولكن الحمد لله أنا في لو نيسيسير. كان واحد يعني واحد المراحل دزنا منها صعيبة جدا، وحتى يعني الجماهير ديالنا بدات كتنسحب من يعني من التشجيع، ولكن بينا وبرهنا أن احنا قادين تسيرين أننا نردوا الفريق إلى مكانته الطبيعية. وكنرجع عاوتاني الشكر اللي عاود تقدر ناكدها للسي احمد الجامعي اللي كان وراءنا ماديا ومعنويا طيله هذه السنه، وكان المساند الوحيد اللي كان وراءنا في الاوقات الصعبه، وكنشكره اللي هو الوالدي اللي كنشكره جزيل الشكر، وكنشكر ايضا جميع مكونات المدينه اللي حاولوا معنا انهم يرجعوا الفريق الى مكانته الطبيعيه. نعم اسماعيل، انا مازال عاقل في الجمع العام، يعني فاش تسلمتي قياده المغرب الرياضي الفاسي كنت عارف المسؤوليه صعيبه بزاف، لانه الماس كان ديك الساعات كتعيش صراحه تخبطات في القسم الوطني الثاني، الجمهور المصاوي كان غاضب بزاف، ولكن قلتي واحد الكلمه ديك الساعات، قلتي انني كان واعد الجمهور المصاوي ان شاء الله غادي نحققوا الصعود، ولكن ب ب بروغرام بواحد البرنامج اللي هو مسطر من طرف ناس كتفهم في الكره. يمكن انت وصلتي لهذا الهدف ديالك من خلال هذا الصعود هذا، اللي وانا جاي في الشوارع والازقه ديال فاس يمكن الحياه عادت الى العاصمه العلميه من جديد. طبعا كنعرفوا ان فاش كيوقع صعود ديال الفريق من اي مدينه، المدينه كلها كتظهر وكترجع ليها يعني النفسيه. مدينه فاس كيف كنعرفوا عاشت واحد الوباء صعيب واقتصاديا صعيب، وبزاف الناس تعذبوا، اللي كنتمناو لهم ان شاء الله ان هذا ربي يرفع علينا هذا الوباء، ولكن سيتي ان ديفي اللي خديته النهار الاول رغم عراقيل اللي لقينا ضمن هذا الهدا، يعني كثره الاكراهيات اعداء النجاح، واللي كيفقصني اكثر هو اعداء النجاح وسط المدينه، وطبعا ممكن كاع وسط المكتب، ولكن ربي كبير وربي ما خيبناش، وتحديتهم شخصيا
انني نوصل هذا الفريق الى قسم الوطني الاول. كنتمنى انهم يكونوا فهموا اليوم بان المزاح ما بقاش في الفريق المغربي الفاسي، ان لا مكان لهم داخل الفريق، والفريق المغربي الفاسي غادي يمشي في الطريق الصحيح والطريق المعقول، وغادي يتسير كفريق متميز في اوروبا. نتمنى ان شاء الله ان تكون افتتاح لا سونتر دو فورماسيون باش نرجع للجمع العام للسونتر دو فورماسيون. كانت رغبه اننا نديروا هذا الشيء، لكن الديونات اللي كانت في الفريق ديونات خارقه وخانقه اللي كانت غاديه الفريق نحو الهوات، اذا كانت واحد المجهود كبير اللي تقام ماديا باش ان الفريق يستقر ماديا واللعبه يتخلصوا، وهذا الشيء كيتطلب اموال كثيره جدا، ولكن الحمد لله ربي ما خيبناش وحققنا هذا المبتغى ديال الجماهير. اليوم نقدر نقول لكم الفريق المغربي الفاسي غادي يمشي للستاد دونور ويواجه الوداد والرجاء، وغادي يواجه ان شاء الله اتحاد طنجه ومغرب التطواني وفروخ كبرى. نتمنى كنواعد ان شاء الله بان هذا غادي يكون اخر نهار واخر يوم ديال فريق المغرب الفاسي في القسم الوطني الثاني، ما حد في الرئاسه. انا بغيت نعرف الشعور ديال اسماعيل، كنعرفك مصاوي يعني من الصغر، ولكن الشعور ديال اسماعيل مصاوي بريزيدون كيحقق الصعود للماس في واحد الظرفيه اللي هي صعيبه وصعيبه وصعيبه بزاف، شو الشعور ديالك دابا؟ لا الحمد لله الشعور ديالي هي هما ان واحد الفرحه يعني لا تتكلم، هي شعور فرحه وشعور بكاء وشعور يعني كاع يعني جميع الشعور مازال مجموعين فينا احنا مازال الان يعني كنقولوا واش هذا صحيح او حلم، ولكن الحمد لله هذا صحيح وهذا الحلم تحقق، وخا رغم جميع التحديات ورغم جميع الاكراهيات اليوم كنقول لهم فريق المغرب الفاسي برئاسة اسماعيل الجامعي حقق الصعود الى فريق القسم الوطني الاول. نتمنى ان شاء الله ان هاد الناس اللي اعداء النجاح ما يكونوش عندهم مكانه وما عندهمش مكانه داخل الفريق. اليوم فريق متنظم اللي عنده النيه انه يجي ويساند الفريق ويتفرج، وانه هذا لما اما المشاكل التسييريه والتقنيه بل هذا كيرجع للمسيرين وكيرجع يعني الاداره التقنيه اللي نورمالمون هي اللي كتحسم في هاد الاوامر. حنا طبعا كنعرفوا في مدينه فاس كاينين بزاف ديال القيل والقال، يعني كلش احد يريد ان يتدخل في قرارات المدرب ومكتب المسير وهذا وهذا وهذا. كنقول لهاد الناس هادو خليوا الناس يديروا اللي خصهم يديروا، وخلي المكتب يسير، وخلي يعني الاداره التقنيه تقابل التقنيه ديالها، وراه ربي ما غاديش يخيبنا. كنشكر السي عبد اللطيف جريندو اللي الى بي فيغ ان ديكليك وحقق 10 النقاط في 4 المباريات اللي هو فوق قياسي. ربي الحمد لله ما خيبناش، كنتمنى ان شاء الله فرحه تجي لمدينة فاس. نخليو الناس الوقت انهم يحتفلوا وانهم يسرطوا هذا الصعود ويستعدوا لديبلاسمون ان شاء الله بعد ما ربي رفعنا هذا الوباء الى مدينة الدار البيضاء الى المدن الكبرى باش فريقهم الغالي يواجه الفروق الكبرى في المغرب، وعلاش لا ينافسوا على المراتب الاولى ويحققوا مكانه امكانات في كاس الكؤوس الافريقيه. نعم، باش نخليك تفرح مع الجماهير ديالك نعطيك دو كيسيون ساهلين ماهلين. رسالتك بدايه للجمهور ديال الوداد، الرجاء، ليفار، كاع الجماهير المغربيه وكذلك الاعلاميين اللي كانوا باغيين الماس تطلع، علاش؟ لانه كيعرفوا الماس يعني كتمثل واحد المدينه عندها مرجعيه وعندها مكانه كبيره في قلوب المغاربه. والرساله الثانيه للجماهير المصاويه اللي يعني منذ البدايه كل موسم وخا الكاس الوطني الثاني اللي ما كيلقاش اهتمام كما البطوله برو الاولى ساند الفريق في السراء والضراء. اولا كنشكر يعني جميع الفروق اللي ساندوا الفريق المغربي الفاسي انه يعاوننا رغم التشجيعات ديالهم، كالوداد كالرجاء كالجيش الملكي، فروق بها جماهير كبار. اليوم استرجعت فريق واحد اخر اللي الجماهير ديالو كبار، لا نتكلم على فروق اخرى، ولكن الفريق المغربي الفاسي فريق كبير وممكن له انه يكون المركب ممتلئ من اكثر من 30,000 حتى 40,000 ديال المشجعين في مواجهات كالوداد كالرجاء كالجيش. وهذه ديما كانت هي مكانه الفريق المغربي الفاسي، مكانه المغرب الفاسي بجماهيره، هو ممتلئ او 4 فروق الاوليه في المغرب، وعلاش لا نتمناو دابا اليوم الفريق يقدر
يدير ان بروجي بيان ستركتوري باسكو كنعرفوا لا دوزيام ديفيزيون صعيبه بزاف، وكنأكد لكم بان الصعود اصعب من اللقب ديال البطوله. هذا اللي عاش هذا العام يقدر يعرفوا، وسورتو صعود بالوباء بكورونا بايقاف الكره في العالم، يعني كانت واحد بزاف ديال ديفيرونت زيموسيون عقوبه ديال جوج نقطتين اللي انا كنقول ما يعني الحمد لله ربي ما خيبناش. اليوم لازم اننا نخليو الماضي مورانا ونشوفوا القدام، نشوفوا القسم الوطني الاول. انا كنقولها وغنعاودها، يعني كل المشوشين اللي كيقول لك فريق المغرب الفاسي سيغير 11 لاعب او 12 لاعب او هذا غلط كبير. هاد اللاعبين اللي ساندونا هما لاعبين مستعدين انهم يواجهوا الفرق في القسم الوطني الاول. هاد اللاعبين غادي يكونوا كلكو موديفيكاسيون، نقدر نقول لكم انتدابات ما غاديش يتجاوزوا 6 ولا 7 اللاعبين، 5 كاع واقيلا. وسورتو الفريق المغربي الفاسي هو تون ايكيب دو فورماسيون، يعني الفريق اللاعبين اليوم كنلاحظوا كانوا ازيد من 5 ولا 6 اللاعبين اللي شاركوا في المباراه، لاعبين كالرميلي كالجناتي كالعالمي، يعني ابناء المدرسه. وهذيك هذاك لافونتاج اللي عند المدينه غادي ان شاء الله نديروا منه الكثير ونعطيوه الحق اللي كيستحق، واننا نكونوا في, 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 في يعني في المستوى العالي. وكنبغي ايضا نشكر اللي بغيت نشير ان فريق المغرب الفاسي في كوساسو في ليسبوار كوساسو في توت لي كاتيجوري سي كلاسي بحال في القسم الاول، ايزون سوا دوزيام سوا ثوازيام. اذا كان واحد العمل كبير اللي كنبغي حتى هو نشكر اللي ان شاء الله لي فخوين ان شاء الله عاد غادي يبداو. وكنقول للناس بان الفريق المغربي الفاسي عنده واحد ليكيب اللي جايه ديال الصغار ديال دريم تيم اللي ان شاء الله هي اللي غادي تساند الفريق انه يحقق كؤوس افريقيه. كنشكر الحاج عبد الرحمن السليماني اللي واحد السيد اسمه يتكلم عنه اللي بغيت نشكره على العمل اللي قام به هذا العام. واليوم غادي يكونوا عنده طبعا في الفريق في القسم الوطني الاول، اليوم غادي يكونوا عنده جميع الامكانيات انه يقدر يسير في المشروع ديالو. كانت ضروري ندوزوا هذه العتبه ديال القسم الوطني الثاني والصعود، اليوم تجاوزناها. اذا كنقول يعني لجميع المكونات الفريق يستعدوا، الفريق منظم قوي في جماهيره، اليوم غادي يسترجع القسم الاضواء. ونتمنى ان شاء الله ان 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 اللاعبين ديالنا يمشيو يرتاحوا بوندو اون سيمين، ولكن رحنا معاهم اون تو كور افيك او. فريق المغرب الفاسي لا يغير اي لاعب، حتى اللاعبين هادو ساندونا في السراء والضراء. وكالله كيف لاحظنا اليوم كانت واحد الروح قتاليه كبيره في المباراه، وبعد الفوز على شباب المحمديه والطاس تبين بان من هو الاقوى في القسم الوطني الثاني. اذا انا هادو كانوا غير بعض لي موديفيكاسيون اللي كان خاص عبد اللطيف جريندو اللي جادرهم وبين الوجه الصحيح ديال هاد اللاعبين اللي قاوموا مده 15 شهر، يعني هذه اطول بطوله كانت في التاريخ ديال العالم كاع، 15 شهر في موسم واحد. ولكن الحمد لله ربي ما خيبناش. كنشكر جميع المكونات المدينه، كنهنى اللاعبين على المجهودات اللي قاموا بهم، وكنقول لجميع الفرق الكبرى ان المغرب الفاسي هو اليوم راه هو رجع لمكانته الطبيعيه. نتمنى ان شاء الله ان نشوف مقابلات حاسمه في مدينه الدار البيضاء وفي مدينه الرباط طنجه تطوان. وكنشكر ايضا جميع الملكيه المغربيه اللي كانت ساندتنا واللي ساندتنا، والحمد لله اليوم العلاقه ولات طيبه اللي كنعرفوا كانوا على العقيل وعلاقات ماشي تلتما بين المغرب الفاسي والجميع. اليوم الحمد لله تمكنا اننا نسترجعوا العلاقات، وكنشكر جميع المكونات. وشكرا شكرا شكرا للاعبين، شكرا للسي عبد اللطيف جريندو، وشكرا لاحمد الجامعي للوالد ديالي اللي عاوني ماديا ومعنويا، وشكرا لجميع الجماهير اللي كانوا معنا بالقلب. ونتمنى ان شاء الله ان ربي يرفع هذا الوباء ونعاودوا نشوفوا مركب مدينه فاس الكبير مملئ على بالجماهير و ان شاء
شاء الله في انتصارات والقاب غادي ان شاء الله مستقبلا. وشكرا. انا كنشكرك بزاف اسماعيل ومرحبا بك دائما عبر شوف سبور. شكرا سي عثمان طاهري، شكرا لشوف تي في اللي كانت مورانا واللي ساندتنا، وسيرتو ما غاديش ننسى النهار اللي كنتو درتو معنا واحد الاستجواب اللي كانت فيه واقيلا تغيير مدرب، وكانت الفريق كيمر واحد الظرفيه صعبه جدا، لكن كنت هضرت وتكلمت يعني بثقه، قلت لكم الفريق المغرب الفاسي سيعود الى القسم الوطني الاول. اليوم كنقول لك السي عثمان بان اليوم فريق المغرب الفاسي رجع للقسم الوطني الاول. شكرا على المسانده ديالكم طيله السنه، وان شاء الله نتمنى انكم تكونوا معنا في الفرحه ديال الفريق المغرب الفاسي في السنوات المقبله ان شاء الله. ان شاء الله السي اسماعيل كان معنا، السي اسماعيل رئيس المغرب الفاسي، نتمنى التوفيق ان شاء الله للماس الموسم المقبل. اكيد الفرحه هذه غدوم اسابيع واسابيع كما قال سي اسماعيل، ولكن خص الفريق يفكر في الموسم المقبل لانه عنده قاعده جماهيريه تنتظر منه البقاء ولما لا المنافسه على اللقب وكذلك المراكز الاولى. شكرا لكم، الى اللقاء.